كان سي روكيت. روكيت اللي هو الصاروخ. روكيت روكيت يبقى صاروخ يعني روكيت. نيو ووردز عندنا نيو ووردز. روكيت روكيت صاروخ يعني روكيت. يا ريت نلتزم بالحروف بين السطرين بين التو لاينز. ها روكيت باص باص. بايسيكل بايسيكل عجلة. احنا اخدنا باص قبل كده عارفين هو اتوبيس عجلة يعني بايسيكل. كار كار العربية كلنا عارفينها. يات 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 اللي هو اليخت. يبقى يخت يعني يات. يخت يعني يات. اوكي يات. السي اتش هنا عندنا ولا كأننا شايفينها. ها يات يات. يخت يعني يات. موتور باي الموتوسيكل. موتور باي. تراك الشاحنة الكبيرة. احنا اخذنا قبل كده فان وقلنا هي شاحنة صغيرة بتنقل لنا البضائع الصغيرة. اما التراك هي الشاحنة الكبيرة الاكبر بتنقل لنا ايه بقى؟ البضاعة الاكبر والاكبر. تراك تراك. فان فان. ترين قطار اخذناها قبل كده وعارفين ان ترين يعني قطار. ترين يعني